الساعه الشيخ. اف دي اكس تساوي ان ويغرك تساوي يغرك تساوي ان. هذه اسمها جمله رقم واحد. شنو نقول؟ نقول جمله واحد آلت الى ايجاد نقاط تقاطع البيان. على قلنا البيان باش كاين سي اف اف اكس و سي اف مع المستقيمات ذات المعادله ايغراك تساوي ا. حنا نعرفو بلي كل مستقيم معادله ايغراك تساوي ا او ايغراك تساوي عدد فهو مستقيم مقارب افق. مثال ايغراك تساوي واحد وراح ايغراك تساوي واحد ها ايغراك تساوي اثنين ها ايغراك تساوي ناقص ثلاثة ها. ف اف اكس تساوي ان هي مجموعه من المستقيمات موازيه لمحور التواصل. فهمتي ولا لا؟ تسمو واش غندير؟ راح نناقشوا نقطة التقاطع الدرجة، نناقشوا نقطة التقاطع المسطرة مع الرصي. نقطة مع الرصي. شوفوا لي تراو نقاط التقاطع المسطرة مع اللون الأحمر هذا، مع اللون الأحمر. فوق. شوفوا هنا، ركز يا شيخ. نقاط التقاطع هنا راح تلقاوها بلي دائما هي اثنين. زوج، 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 هنا واش فيها؟ واحدة. هنا حل مضاعف، الضوء دائما يحل مضاعف. كي تلقاو هنا ذروة معناها يحل مضاعف، اسمو واش غنقول؟ نبدا المناقشة. لما آن ينتمي المجال ناقص معناها حتى الترتيب تاعها مشي، الترتيب هو شنو؟ ناقص واحد. لما آن يكون أقل من ناقص واحد. يعني من ناقص أنا مش تقرا معناها من ناقص معناها ناقص واحد. بتاع الحلول. المعادلة تقبل؟ واش معناها؟ حلان سالبا، حلول. حلان واش فيهم؟ قال لك عدد هو إشارة. أما كاين زوج. وسالبين ولا علاش كي نسقطوا من محور التواصل كلهم سالبين. المعادله تقبل حلان سالبا. هاي نعاود ها نقطه تقاطع مسطره مع الخط الاحمر مع اللون الحمر الاحمر حلان سالبا سالبا بون. لما ان يساوي ناقص واحد هذا خاصه لما صحيح ان يساوي ناقص واحد هناك حل مضاعف اش به موش بلا سالب سالب ونعطي القيمه تاعو قداش نقطة الذروة واش هي؟ ناقص واحد ناقصين ناقصين اكس بريم يساوي اكس دو بريم يساوي ناقص يعني القيمة الفاصلة هذي قداش؟ درك من هنا شوفوا معايا من ناقص واحد حتى القيمة هذي الذروة هذي قداش؟ حتى ثلاثة هذي ثلاثة درك هنا لما يكون محصور بين ناقص واحد وبين ناقص ثلاثة زيد زيد ثلاثة فايف حلول فايف مكانش ها شوف ترى نقطة تقاطع المسطرة هل تقطع المسطرة من هنا كاين حل نقطة تقاطع مع الخط الأحمر مو الحل الأحمر مكانش كيف كيف كي تساوي ثلاثة حالة خاصة صحيح لما أن تساوي ثلاثة المعادلة تقبل حلا مضاعفا إيه موجب شكون هو؟ اكس واحد يساوي اكس اثنين بدل الفاصلة تاعها صفر كاين الفاصلة تاعها قداش؟ صفر يا اخي لا حل مضاعف معدوم لأنه الصفر ما الصفر جا معدوم فهمت ولا لا؟ أيوا درك لما ان ينتمي المجال من ثلاثة لو ثلاثة يعني لما ان أكبر يكون شبه أكبر تماما المعادلة تقبل حلال موجب ما يحاولش عليهم شكون هو الحلال هو قال لك اعطيني الاعداد برك والاشاره حلال موجب ها شوف من هنا مثال شوف نحبس هنا نحبس هنا نحبس هنا بعد الحل زوج موجب يعني يجاوب القسم هذا من هنا الحلول الموجبه تبدا من صفر وتطلع تقبل حلال عفوا انا مش حلال هذيك الساعه هنا حلنا واش فيهم؟ واش مجابات؟ مسكتين هذه ناقص واحد وياه من هنا وطلع واش فرق؟ حلان مختلفان في الإشارة حلان مختلفان في الإشارة في الإشارة شوف عليها بلا بلا شوف هاو هنا وطلع واحد موجب واحد سالب واحد موجب سالب موجب سالب حلان واش فيهم؟ مختلفان في الإشارة نكتفي بالقدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.